نعم النفس نعم خدع، لأن بتحتالي، ممكن بيقول لك يبقى نفسه هو بتحتال عليه. ممكن يبقى في كبر أو طمع، والنفس تغطي هذا الطمع أو هذا الكبر أو هذا العجب بمظهر آخر للإنسان، تخدعه به، تزين له، تزين هو له. فكرة أن تزين له سوء العمل. فتخدعه. لا، الشيطان يزين سوء العمل، والنفس أيضا إذا أرادت الخداع. فإذا كل هذه الأمور كيف نتوقف عندها ونعرفها حتى نتجنبها؟ وطبعا ده مش كلام نظري، ده لابد يبقى الإنسان يوضعه موضع التنفيذ. وهو السادة الأكابر من الأولياء والصحابة والتابعين كيف وصلوا إلى هذه المقامات؟ هم صحيح، خاصة الصحابة، كانت نفوسهم أبية وكانوا قريبين نفوس من صافية، مصدر النور، كانوا قريبين من مصدر النور يتلقون منه، فكان هذا النور يطهرهم طبعا ويغسلهم وينقيهم لا شك. لكن أيضا من أجل ذلك جم الأولياء من بعدهم ووضعوا مناهج للتربية، لأن ما كان فطريا وطبيعيا من قبل أصبح صعب في الأزمنة المتأخرة، فكان لابد من المجاهدات ولابد من التطهير والعمل على تنقية النفس للوصول. يعني مع تغير الأزمان وتغير المناخ اللي بيعيش في الإنسان، ونقول دايما ده الأخلاق تغيرت والأمور تبدلت، بتبقى في برامج عمل سابها لنا الأوائل عشان نلجأ إليها كحلول لمشكلات نفسية، مشكلات عصرية موجودة، مشكلات أخلاقية. نعم، ما هو ده التجديد. ما هو ده العلماء دول تجددوا. ماذا فعلوا؟ هذه الأمور كانت معروفة بالفطرة بالطبيعة عند الصحابة، لأن كانت نفوسهم، كان لهم نفوس كبيرة، ما كانش عندهم الطمع ولا الحسد ولا الحقد ولا الكبر، بل ده كانوا متحققين بإيه؟ كانوا متحققين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا متحققين بالأخلاق الحميدة من الصدق. الصحابة دول شفت انت مقامات منازل السائرين، مقامات السائرين، كانوا متحققين بالتوبة، بالمحاسبة، بالإنابة، بالتفكر، بالتذكر، بالصبر، بالحلم، بالعلم، بالمحبة، بالتقوى، كل هذه كانوا متحققون بها، متحققين بها. طيب، جاء من بعدهم أزمنة، بعد الناس عن التحقق، بعد الناس عن القيام بهذه المقامات، ثم ضعف التخلق بها، فأصبح وصلنا إلى أزمنة كان فيها العكس، البعد، الصدق بقى كذب، والحلم بقى رعونة، والورع بقى طمع، والصبر بقى يعني ضجر وغضب، وغضب وإلى آخره. الغضب الرضا بالطرف، بطرف يعني اللي فيه نوع من الحمق ومن الإساءة. فهنا بدأ بقى علماء الإسلام، بقى علماء التربية، بدأوا يضعوا أيديهم على تشريح النفوس، فبدأوا يبينوا لنا يعني إيه بقى الحسد، إيه الطمع، دي معوقات الطريق. كما أجادوا في بيان منازل السائرين مقامات الروحية العالية اللي كانت عند السلف الصالح من أئمة الأمة من الصوفية والأولياء، بدأوا يبينون لنا ما هي مخاطر الطريق، ما هي معوقاته، وما هو الحسد، ما هو الكبر بالتفصيل حتى نتفادى. لأن كما كان يقول سيدنا حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. نعم، لكن ده ما وقع، فوضعوا لنا الضوابط ده والعلم ده عشان إحنا إيه نتبعه. مولانا